مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. مع التحديث اللي نزل الجديد بالنسبة لتطبيق الواتساب، نزلت عندنا ميزة جديدة إنه تقدر تسجل الدخول بواسطة رمز الدخول بالنسبة للآيفون والفيس آي دي وتاتش آي دي، وأعتقد نفس الشيء بالنسبة للأندرويد. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن هذه الميزة، طلب إنه تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. مثل ما تعرفون إنه أي واحد ممكن يسجل بحسابك إذا يعرف كلمة السر، لكن عن طريق الفيس آي دي ما في أحد راح يقدر يسجل دخول إلى حسابك. طبعا حتى نفعلها راح ندخل من داخل الواتساب واشرح لكم طريقة التسجيل. حتى نفعل هذه الميزة راح ندخل على الواتساب وننزل الى الحساب صار ويا هذا القفل. راح تشاهدون هنا مفاتيح المرور، هذه الميزة اللي انضافت جديدة. راح تعمل انشاء مفتاح مرور، تدخل عليه، هنا متابعة، راح المتابعة باستخدام رمز الدخول، فراح تخلي رمز الدخول، وهنا راح يصير عندك سيستخدم هذا المفتاح رمز الدخول الى الدخول لحسابك مره ثانيه. طبعا اللي نفعل الفيس اي دي راح يكمل الخطوات، واللي نفعل التاتش اي دي ايضا راح يكمل الخطوات. هذا الشيء الجديد اللي نزل في التحديث يوم امس اللي ما وصلت هذه الميزه. طبعا الان مثل ما تشاهدون اذا دخلت هنا موجود، طبعا تقدر تحذفه وتخليه كالعادي سابقا مثل سابقا عن طريق الرقم السري. أما اللي ما وصلت هذه الميزة راح نروح على الأبل ستور ويدخل بالأعلى وينزل الشاشة إلى الأسفل، راح يشاهد التحديثات النازلة، وأكيد نزل عنده هذا التحديث يحدث. لكن قبل ما يحدث لازم يروح على الإعدادات وينزل على عام، ينزل على تحديث البرنامج، يتأكد الآيفون 17.5، وبعدها راح ينزل على مساحة التخزين، هذه المساحة الكلية المستخدم 95. الفرق بيناتهم لازم يكون بين 20 و30 جيجا، وروح حدث ما في أي مشكلة. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديت، وطلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. رجاء قبل ما تروح تغادر اترك بصمة إنه الاشتراك مجانا واللايك وتفعيل الجرس. ساعدوني مثل ما ساعدتكم فيديوهات قصيرة، وانشر قناتي لأصدقائك، أكون جدا شاكر. مع ألف سلامة. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير، لو حبينا نقرأ عن هذه الميزة راح ندخل على معرفة المزيد، راح ياخذني لهذه الصفحة. طبعا هنا بالنسبة للأندرويد مثل ما تشاهدون هذه الأندرويد، وكاتب لك بالأعلى قد لا تكون هذه الخاصية متوفرة لك حاليا. ونفس الشيء إذا دخلنا هنا للآي أو إس راح تشاهدون إنه قد لا تكون هذه الخاصية متوفرة لك حاليا، وهنا راح يشرح لك إنه هذه متوفرة إلى طراز 16، آي أو إس 16 اللي محدث وأعلى. للأسف 15 ما تتفعل عندهم هذه الميزة. تحياتي ومع ألف سلامة.